الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور الكرام، برعاية وحضور دولة رئيس مجلس وزراء السيد محمد الشيع السوداني المحترم ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان السيد مسرور بارزاني المحترم، يتم في هذا اليوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر نيسان للعام 2023 التوقيع على مذكرة تفاهم بعنوان اتفاق مؤقت لاستئناف تصدير نفط من إقليم كردستان، ويتفضل بالتوقيع أولا كل من السيد باسم محمد خضير وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، والسيد أواد جناب نوري صالح وزير مالي واقتصاد لحكومة إقليم كردستان. فليتفضل. ثانياً، يتفضل بالتوقيع كل من السيد عمار العنبكي مدير عام شركة تسويق نفط سومو، والسيد أوميد صباع عثمان رئيس ديوان حكومة إقليم كردستان. فليتفضلوا. ثالثاً، يتفضل بالتوقيع كل من السيد حيان عبد الغني نائب رئيس مجلس وزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، والسيد كمال محمد صالح خليل وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان. فليتفضلوا.